ومن الأماكن التي ذكر العلماء كراهة البول فيها البول في الجحر، فيكره أن يبول في شق أو ثقب. المغني لابن قدامة، وذلك لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن السكن والنووي في الخلاصة، وكذلك ابن كثير في إرشاد الفقيه، وابن الملقن في البدر. وتكلم بعض العلماء في الحديث من جهة أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، وأنه قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس. قيل له: فابن سرجس، فكأنه لم يره سمعا. وهذه الرواية عن أحمد في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله. قال ابن دقيق العيد: ليس فيما قال أحمد جزم بالانقطاع، ليس فيما قال أحمد جزم بالانقطاع. ويؤكد ذلك أنه جاء ما يثبت سماعه منه. الهاء تعود على إيش؟ سماعه منه، سماع قتادة عن عبد الله بن سرجس، عن عبد الله بن سرجس الصحابي. والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر هو من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. فالآن الكلام في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، إذا ثبت الحديث. فبعضهم طعن في صحة الحديث من جهة عدم سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، و استشهدوا بكلام الإمام أحمد. ولكن كلام الإمام أحمد كما قال ابن دقيق العيد ليس جزما بالانقطاع، كأنه لم يره سماعا. شوف، كأنه، ما هو جزم. وقد جاء ما يثبت سماع قتادة من عبد الله بن جزم بن سرجس كما في العلل ومعرفة الرجال لعبد الله. قال: قلت لأبي قتادة سمع من عبد الله بن سرجس؟ قال: ما أشبهه، ما أشبهه، يعني أن يكون قد سمع. وفي العلل أيضا قيل، يعني للإمام أحمد: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس؟ قال: نعم. قال ابن الملقن: فإنه قد ثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. قال علي بن المديني: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس. وعن أبي حاتم الرازي أنه قال: لم يلق قتادة من الصحابة إلا أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس. وقال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: لعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا: أقل أحوالي أن يكون حسنا، لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. شرح الممتع. طيب، ما معنى نهى أن يبال في الجحر ولماذا؟ الجحر الثقب والفتحة في الأرض، سواء كانت فيها أو في جدار، وقيل ما تحتفره الهوام والسباع لأنفسها. الجحر خصوصا هو ما تحتفره الهوام والسباع لأنفسها، كما في حاشة السيوطي على النسائي. والحفر التي تكون في الأرض والتي تحفرها بعض الحيوانات أو بعض هوام ودواب الأرض وتدخلها وتكون فيها، فهذا معروف، مثلا جحور للثعابين، ويوجد أيضا جحور لجحر الضب كما هو معروف مشهور، وغير ذلك. يعني هناك حيوانات متعددة تحفر لأنفسها جحورا. هذه الحفر نهينا عن البول فيها، وكراهة البول في الجحر متفق عليه بين الفقهاء كما قال النووي رحمه الله في المجموع.
لكن ما هو سبب هذا النهي؟ ذكروا علتين. الأولى أنها مأوى الهوام المؤذية، فلا يؤمن أن يصيبه مضرة منها إذا بال في جحرها، كما ذكر صاحب عون المعبود، فيخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج عليك وأنت تبول فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة إذا خرج عليك شيء، فلا تأمن من رشاش البول وهكذا. إذن الفزع، تلوث، إيذاء ساكن الجحر، المضرة من هذا الحيوان إذا خرج عليك فجأة، وربما رأى حية أو ثعبانا فيفزع فيكون سببا لضرر في جسده أو حبس البول المفاجئ. العلة الثانية في النهي عن البول في الجحر أنهم قالوا إنها مساكن لبعض الجن، وقد جاء في رواية أبي داود قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. قال الحاكم: ولست أبت القول أنها مسكن الجن، لأن هذا من قول قتادة، المستدرك على الصحيحين، يعني أنا ما أقطع لأن هذا ليس مرفوعا، ليس من خبر الوحي، هذا رأي قتادة، رأي تابعي. وقد ذكر كثير من المؤرخين بهذه المناسبة أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه سافر من المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حوران، حوران بالشام معروفة، وأقام بها، سعد بن عبادة أقام في حوران، فجلس يوما يبول في ثقب في الأرض، فما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، ولم يعلم أهل المدينة بموته، يعني أهل المدينة النبوية التي هو أصلا منها، حتى سمعوا قائلا من الجن في بئر يقول، في بئر في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فحفظوا ذلك اليوم، الذين سمعوا الصوت من البئر في المدينة ضبطوا ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه، يعني لما جاء الخبر من الشام بعد ذلك من حوران أنه عثر عليه ميتا، أي يوم مات؟ سألوا الذي جاء بالخبر أي يوم مات، فظهر أنه نفس اليوم الذي سمعوا فيه الصوت من البئر. وهذه القصة وإن كان في سندها كلام عند المحدثين إلا أنها مشهورة عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. على أي حال، مسألتنا هي النهي عن البول في الجحر، حتى لو ما كان منها إلا إفساد بيت الحيوان يكفي. هل هذا النهي ينطبق على من يتبول في البالوعة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن النهي يشمله، قال ابن مفلح: ولا فرق أن يكون فم بالوعة أو غيرها، النكت والفوائد. ومنهم من قال لا يشمله، لأن أصلا معدل ذلك، معدل النجاسات لتصريف النجاسات، كما قاله ابن عابدين في حاشيته، وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر، يعني ابن عبدين قال: وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر. وفرق المالكية بين أن يكون قريبا من الثقب فيكره البول فيه، يعني من الجحر،
وبين أن يكون بعيدا فلا يكره لبعده من الحشرات إن كانت فيه، فإن بال بعيدا عن الجحر فلا حرج. وهذا فيه وجاه، لأن المعنى الذي من أجله نهي عن البول في الجحر غير متحقق فيما لو بال بعيدا عن الجحر أو بعيدا عن فم البالوعة.